انا ما كنصحش وحده اللي دير العمليه في نفس الوقت مثلا ك القيصريه او السيزارين، انا ما كنصحش وما كنديرهاش. النصيحه ديالي حتى تسال الولاده وتسال الرضاعه ويرجعوا الامور دم الحيض كترجع الحياه الطبيعيه، عاد كنصحها دير هذه العمليه، ما ديرهاش في هذيك الفتره اللي عندها مسؤوليه ديال الجنين ديالها او الطفل ديالها. الحالات الممنوع هو الطبيب ديال القلب او تحاليل الدم او الطبيب ديال التخدير كيمنعها، الا منعوها ممنوع العمليه. الا كان واحد السيد اللي عنده واحد مرض القلب اللي دار العمليه غادي تاثر بها، او عنده شي مرض مزمن اللي غادي يقدر، او الا كان شي خطوره، وهذا الشيء يوميا كنشوفوا الحالات اللي كيمتنعوا الاطباء ديال القلب او ديال التخدير لاجراء لهم العمليه، وفي هذه الحاله من الاحسن الانسان يتفاداها.